السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي وصديقاتي في كل مكان، ومعكم أخوكم مصعب القاضي. كيف حالكم؟ أتمنى أنكم تكونوا بخير. لو كنت أول مرة تتفرج على قناتي وأول مرة تشوف الشخص القاعد قدامك ده، حابب أعرفك على نفسي. معاك أخوك الصغير مصعب القاضي من السودان، عايش في المملكة العربية السعودية، صانع محتوى على ثقافة الشعوب، ومقيم مطاعم، وهاوي للطبخ. وطبعا يا جماعة، تقييم المطاعم هو جزء كبير جدا من ثقافة الشعوب، لأن كل دولة بتتميز بأكلات معينة، وكل دولة مشهورة بأكلة أو طبق مميز. وفي نفس الدولة في مناطق بتكون مشهورة بأكلات معينة، زي عندنا مثلا شمال السودان، جنوب السودان، شرق السودان، وغرب السودان. كل منطقة لها طبق معين. نرجع لموضوع حلقتنا الأساسي اللي هو عن مختصر رحلة لتايلاند، وحابب أديكم التفاصيل وكم كلفتني الرحلة من الألف إلى الياء. خليكم معنا. طبعا يا جماعة، أول حاجة نجي نتكلم على فيزا تايلاند. طبعا الفيزا التايلاندية سهلة جدا جدا، خلال 48 ساعة أنت تقدر تستلمها، بس لازم توفر ليهم الطلبات الآتية بالنسبة للسعوديين والمقيمين. طبعا أول حاجة صورة من الجواز، وصورة من بطاقة الأحوال أو صورة من الهوية بالنسبة للمقيمين، وكمان صورة بيضة حجم مقاس الباسبورت، وكمان في نفس الوقت خطاب تعريف بالراتب باللغة الإنجليزية، لأنه طبعا تايلانديين ما بيعرفوا عربي، وكمان كشف حساب للراتب باللغة الإنجليزية. بعد كده تجيب لهم حجز طيران مؤكد. طبعا يا جماعة لازم يكون حجز الطيران مؤكد، لأنه بيتأكدوا من المعلومات دي، وإذا طلع غير صحيح ما حيدوك الفيزا، وممكن لو قدمت مرة تانية ما يدوك الفيزا، لأنه حتكون معلوماتك من البداية خطأ. فحاول من البداية تكون المعلومات حقتك كلها صحيحة. وحجز فندق مؤكد، طبعا يا جماعة حجز الفنادق سهل جدا، تقدر تستخدم تطبيق بوكينج والدفع عند الوصول. وأديكم كمان الآن تريك حلو في موضوع الفنادق. بعد كده كمان بيطلب منكم خروج وعودة بالنسبة للمقيمين، خروج وعودة. أما السعوديين طبعا ما بيحتاج الخروج والعودة. وآخر حاجة اللي هي 160 ريال رسوم الفيزا. طبعا هم هنا في القنصلية ما عندهم فيزا أو شبكة، فلازم المبلغ يكون كاش. طبعا 160 ريال للشخص البالغ. أما أنا عن نفسي ما سألت صراحة على الأطفال، لأن احنا لسه قاعدين نستمتع بالحياة العزوبية زي ما يقولوا. فأتمنى أنكم تتواصلوا مع السفارة، بدكم تفاصيل أكثر على موضوع الأطفال، وللأمانة أنا ما سألت عنه فسامحوني يعني. نجي بعد كده نتكلم على تفاصيل رحلتنا. طبعا يا جماعة اتخيلوا أنه الرحلة دي كاملة كلفتني 14 يوم، أنا صرفت فيها تقريبا 5500 من دون التذاكر. وحصلت معي طبعا مشكلة في التذاكر، برضو حتطرق ليها الآن. معلش يا جماعة الفيديو ده حيكون طويل شوية، فأتمنى أنكم تتحملوني يعني، لكن إن شاء الله المعلومات اللي بقدمها لكم معلومات حتكون مفيدة لكل شخص حابب يزور تايلاند. طبعا يا جماعة أنا أي شخص يزور تايلاند بحب أقول له أنه يمشي جزيرة بوكيت دايركت، ما يمشي بانكوك صراحة. بانكوك يعني أيوة صح هي العاصمة وفيها بعض الفعاليات الجميلة، مثلا عندهم السوق النهري، وعندهم المولات المعروفة اللي هي الكبيرة بالتجزئة زي MBK مول، وعندهم سنترال وورد. يعني تقدر تمشي انتو المولات دي، وتقدر تمشي السوق البحري، من أجمل الأسواق البحرية، أو عفوا هو السوق نهري وليس بحري، من أجمل الأسواق النهرية المعروفة عندهم. المهم يا جماعة جا أتكلم لكم على موضوع الطيران. طبعا أنا لما حجزت عن طريق أحد التطبيقات، أنا ما حابب أذكر اسم التطبيق ده. فطبعا بعض التطبيقات ما بتديك اللي هي الإجراءات الكاملة. فكان انا الترانزيت حقي من هنا الى ابو ظبي، ومن ابو ظبي الى الهند، ومن الهند الى بوكيت. لما جيت هنا المطار، وصلت مطار الملك عبد العزيز، قالوا لي والله ما حتقدر تسافر. قلت لهم لا يا جماعه الخير، قالوا لي يا اخي انت ما عندك فيزا للهند. قلت لهم طيب يا جماعه انا ما اعرف الحاجه دي، وما في احد بلغني. قال لي والله للاسف ما حنقدر نطلعك. وما قصر والله حقين الطيران المدى هناك، حاولوا يتكلموا مع حقين طيران العربيه، لكن طيران العربيه كانوا رافضين تماما انهم يطلعوني، بحجه انه الهند حترفض انه انا ادخل البلد، وبعدين حتبقى لي مشكله انهم يرجعوني مره ثانيه، وضاعت علي تذكره الذهاب لتايلاند، واضطريت انه اشتري تذكره مره ثانيه على الخطوط التايلانديه. وفعلا كان خط السير نفس خط السير اللي هو من جده لبانكوك، ومن بانكوك الى بوكيت، كانت على نفس الرحله. يعني الحمد لله ما خسرت مبلغ كبير زي ما بقول. فاتمنى يعني الناس تنتبه للحاجات دي، وتتاكد من متطلبات السفر قبل ما تمشي المطار، عشان ما تتورط نفس الورطه اللي انا ورطت فيها. بعد كده يا جماعه خدوا معاكم مبالغ كاش، واصرفوا قروشكم يعني بالقطار. شفتوا فلوسكم ده اصرفوها كده بالقطار، ما تصرفوا مبالغ كبيره، لانه حتصرفوها صراحه اي بلد سياحيه او بلد مفتوحه، بتكون يعني نفسك انك انت تشتري اي حاجه، ونفسك تجرب اي حاجه، وحتصرف من دون ما تشعر.
فانا انصحكم اول ما تطلعوا من هنا تصرفوا 200 ريال اللي هي ما يعادل 1800 بات. وقت انا لما كنت في تايلاند كان تقريبا الريال 9.70 وبدا ينزل لحد ما وصل 9.30، وفي محلات طبعا بتبيع ارخص. فانا داركم اول ما توصل المطار تفيكم 200 ريال بس، حتعمل لكم حوالي 1800 بات. واول ما توصل ان شاء الله تايلاند بالسلامه هناك، اول ما تنزلوا طبعا في صرافات وفي محلات الاتصالات، طبعا هم دول المحلين بيكونوا مستهدفين من قبل السياح. انت حابب تصرف عمله وفي نفس الوقت داير شريحه اتصالات، فانصحك انك تاخذ الشركه حقتهم المعروفه AIS انترنت 5G. انت هناك اصلا ما محتاج رصيد لمده 15 يوم، انا اخذته كلفني 750 بات. وفي نفس الوقت يعني باقي القروش تقدر هناك لو حابب تاكل مثلا الترانزيت حقك ما بكون فتره طويله، يعني ممكن من ساعه الى ساعتين، وبعض مرات ممكن تحصل عطال لا قدر الله، ممكن الرحله تطول، فحتحتاج انه مبلغ مالي تصرف نفسك. وهناك يعني في المطارات عندهم جميع انواع الاكل يا جماعه، هناك ما يقول لك والله تايلاند ما فيها اكل يعني ما شاء الله تبارك الله الان المطاعم العربيه بدات تجتاح السوق، جميع انواع المطاعم اليمنيه السوريه الباكستانيه الهنديه العراقيه التركيه، فكل المطاعم هناك موجوده في تايلاند، فما تشيلوا هم الاكل. وحتى يا جماعه التايلنديين نفسهم اذا جيتهم مثلا سالتوا انه الاكل حلال ولا ما حلال، هو بجاوب لك بكل امانه وبكل صدق انه الاكل ما حلال، وامشي شوف المحل جنبي، لانه انت لو اكلت اكل وطلع الاكل ما حلال ممكن تمشي تشتكي صاحب المطعم يقفلوا له المطعم حقه تماما. فهم بيهتموا جدا بالسياحه لانه السياحه عندهم مصدر الرزق الاول. بعد ما اخذتوا يا جماعه الشريحه حقتكم واستمتعتوا ووصلتوا هناك بالسلامه، تتأكدوا من الفندق انتم المفروض كم تدفعوا، وتكون مثلا عارف كم حجز الفندق، تمشي هناك تشوف الاكشاك تبع الصرافه. هناك عندهم اكشاك صغيره كده حقت صرافه تعتبر منافسه للبنوك، وطبعا هي رسميه، تصرف المبلغ حق الفندق فقط. انا صراحه الفندق اللي قعدت فيه كان عباره عن نجمتين، كلفني حول ال 5600 بات، يعني ما يعادل تقريبا 750 ريال عفوا 570 ريال سعودي، وده مبلغ يعني صراحة ما بتلقاه في أي مكان، 14 ليلة كاملة. وتخيل يا جماعة في النجمتين ده أنا كل يوم بنظف الغرفة وكل يوم بغيروا لي الفرش وكل يوم بدوني منافس شيف جديدة. ده بالنسبة للنجمتين، وقلت لكم أنا حديكم تريكات للفنادق. طبعا يا جماعة الفندق ده في الأخير نحن كلنا بنعرف إنه حق نوم، خصوصا إنه هناك لو حتطلعوا الفعاليات، الآن نحن نتكلم عن الفعاليات، فعالياتهم هناك بتبدأ من الساعة 6 صباحا إلى 6 مساء، فأنت بتجي بس تعبان دار تنوم. فما أنصحك يعني تاخذ لك فندق 5 نجوم، حرام يعني، حتى هناك الفنادق الخمسة نجوم رخيصة. فلو حابب تاخذ فندق 5 نجوم خذ لك فندق اول يوم اللي هو حق التصوير بصور فوق، بعد كده مش هقعد لك في فندق نجمتين وامورك تمام يعني. وهناك اصلا يعني ما محتاج انت مسبح والحاجات دي لانه عندك شواطئ مفتوحه اللي هو شاطئ بطونق اشهر الشواطئ هناك، الان حنتكلم عن الموضوع ده. بعد ما دفعت حق الفندق بعد كده طبعا يا جماعه نجي اللي هو لحجز الفعاليات حقتنا. ده انا اول حاجه سويتها طبعا مشيت حجزت للفعاليات، كان اللي هي اول فعاليه اللي هي جزيره فيفي ايلاند. طبعا انا ما حتكلم بالتفصيل عن جزيره فيفي ايلاند ولا الفعاليات اللي انا مشيت، لان انا مسوي فيديو لكل فعاليه. فيا جماعه زي ما قلت لكم حتكون ان شاء الله موجوده في صندوق الوصف بالتفصيل الممل، وكمان حامل لكم ميزانيه بسيطه كمان في صندوق الوصف بالنسبه للاسعار، ممكن تكون اتغيرت على حسب يعني. في ناس الان مشوا قال لي والله يا مصعب شويه الاسعار اختلفت عن الاسعار اللي انت اديتنا لها، ممكن البلد ماشيه تغلى والله اعلم يعني، فما حتكون يعني الاسعار دقيقة. بعدين ما يجي واحد يقول لي والله انت قلت انت قلت، انا ما قلت حاجة. المهم يا جماعة الخير نرجع لموضوعنا. اول جزيرة حجزت لها كانت اللي هي فيفي ايلاند، لازم تمشوا لها يا جماعة فيفي ايلاند دي. فيفي ايلاند دي طبعا يا جماعة جزيرة 100% مسلمة يعني، حتى هناك الاكل كله حلال وما بيبيعوا الكحول يعني، حتى الكحوليات ما بيبيعوا. هناك لو حاولت في الجزيرة تسأل عن الكحول وما الكحول ما حتلقى. لكن صراحة جنة الله في الارض، وهي طبعا اكثر من محطة. كلها موجودة طبعا في الفيديوهات اللي أنا سويتها. وبعدها كمان حجزتها لأندي ماندا، يا دوب كانت فتحت جديدة لما أنا وصلتها في 2022. ما شاء الله تبارك الله يعني حديقة متكاملة بتفتح كل يوم من الساعة 10 إلى الساعة 7 مساء. حقيقة يا جماعة لازم تمشوها، فيها فعاليات للكبار وللصغار، والعوائل حيستمتعوا فيها أكثر حاجة. تقريبا أنا اليوم ده كله تقريبا كلفني 450 بات، يعني ما يعادل يمكن ولا يمكن 100 ريال بالفعاليات بالاكل بالشرب بكل شيء، كلفني تقريبا 450 بات. طبعا ده من غير التذكره، التذكره تقريبا 850 بات لو اخذتوها من المكاتب، ولو اخذتوها من نفس منطقه الفعاليه حتكون اغلى. فانا انصحكم انكم تاخذوها من محلات المكاتب السياحيه. وبالنسبه لموضوع المكاتب السياحيه انا حقلت لكم رقم واحده اسمها بانكيك. بانكيك ده يا جماعه ما حتلقوا ارخص
يعني منا صراحة، وتقدروا أنتوا تسألوا بنفسكم. طبعا هي في شارع البنجر رود، بعدين نتكلم على موضوع شارع البنجر رود ده. أمشي أسأل هناك عن المحلات وحتعرف إنه بجد ما في أرخص من أسعار بانكيك. بعدها كمان حجزت الجزيرة سيميلاند. جزيرة سيميلاند ده أنصح كل واحد يمشيها. طبعا يا جماعة الناس كلها معلقة في فيفي آيلاند وجيمس بوند آيلاند. جيمس بوند آيلاند ما أنصح الناس تمشيها، ما بقت زي أول صراحة، خلاص يعني بقت قديمة، حتى الموية بقت عكرة وبقوا ما بيهتموا بيها زي باقي المناطق. أما جزيرة سيميلاند يا دوب يعني جزيرة تعتبر لسه فيرجن وجزيرة جديدة، والناس يعني لسه ما اكتشفتها وبيمشوها أكتر حاجة الأوروبيين، عشان تعتبر تذكرة حقتها مرتفعة، فالناس ما بتمشيها. تقريبا ب 2300 بات، وفيفي آيلاند ب 1200 بعد، فانصحكم صراحة تمشوها. وبعد كده طبعا عندهم كمان رحلات اللي هي الاي تي في اللي هو الموتر او الدراجات النارية ابو اربع كفرات، وبتركب الفيلة، بودوكم معبد القرود، وبودوكم التجديف. يا جماعة التجديف دي احلى حاجة كانت في الرحلة كلها. طبعا كل الرحلات دي يا جماعة زي ما قلت لكم تبدأ من الساعة 6 صباحا الى 6 مساء، بتكون متضمنة غدا، وحقة سيميلان بتكون متضمنة فطور وغدا وعشاء، فدي الحلوه فيها. يمكن عشان كده هي غاليه. وبعدين ما شاء الله تبارك الله يعني مدلعينكم على الاخر، بسكويتات وشاهي وقهوه وعصيرات، يعني صراحه كانت رحله جميله جدا جدا جدا. كلها طبعا يا جماعه زي ما قلت لكم اي رحله انا عندي فيديو بالتفصيل الممل حاخده في صندوق الوصف. بعد كده يا جماعه نجي نتكلم على الاماكن اللي انت تزورها لما تمشي تايلاند. لا تنسوا تمشوا اول حاجه البيج بودا، بعد البيج بودا لا تنسوا تمشوا مطعم سري مونكي، وتمشوا كمان مطعم إليفنت. يعني للأسف ده أنا عرفت عنه متأخر، للناس اللي بيحبوا الطبخ وهواة الطبخ وانتوا حابين تتعرف على الأكل التايلندي وتعرفوا كيف طريقة بيطبخوا الأكل التايلندي، بيقدم لكم الحاجة دي في مطعم إليفنت. ودي يعني صراحة كانت إكسبيرينس حلوة، للأسف إن أنا ضيعتها، لكن انت لو هاوي للطبخ أتمنى إنك انت تجرب الحاجة دي، صدقني هتنبسط تماما. نجي بعد كده كمان يعني أهم حتة المفروض انت تزوروها كمان اللي هي بوكيت القديمة. يعني ما شاء الله تبارك الله هتشوفوا هناك المباني القديمة لجزيرة بوكيت. طبعا يا جماعة جزيرة بوكيت جزيرة قديمة جدا جدا، وتعتبر محافظة منفصلة. طبعا هي تتبع لتايلاند لكن النظام فيها منفصل عن النظام مثلا في بانكوك. يعني مثلا عندكم في بوكيت بيسمحوا للسياح بسواقة الدراجات النارية، في بانكوك لا، حتى لو معك رخصة ما يسمح لك انك تتأجر دراجة نارية، لكن في بوكيت عادي. في بعض الأشياء هناك مسموحة مثلا في بوكيت، في بانكوك لا. فكل محافظة لها قانون معين، لكن كلها في الأخير بترجع للملك وبترجع للدستور حق البلد، بس كل جهة بتكون لها تفصيل معين. فلازم يا جماعة تزوروا مدينة بوكيت القديمة، يعني فيها فعاليات حلوة، خصوصا يوم الأحد لأنه بكون عندهم بازار. البازار ده بتكون فيه بازار للمنتجات المحلية والمصنوعات المحلية حق تايلاند، وفي نفس الوقت بيكون فيه بعض الماركات عاملين سيلينج هناك. لا تنسوا تمشوا اشهر محل حق فرنش توست، ما انصحكم تمشوا في الليل، في الليل اقل حاجه انتظار نص ساعه، لكن بجد يستاهل. قيمه الفرنش توست مع الايس كريم بيكلفكم تقريبا 150 بات، يعني 15 ريال، بس حقيقي يستاهل يستاهل. والمكان ما شاء الله تبارك الله 24 ساعه زحمه، رغم انه مكان صغير ومقابل للدوار. ما اعرف ليه هم ما فتحوا فروع ثانيه، لكن هو ده الفرع الوحيد وما شاء الله تبارك الله زحمه. وانا صراحه ما ذقت لي فرنش توست طعم بالصوره دي صراحة. نجي بعد كده نتكلم اللي هو على شاطئ بطنك. طبعا يا جماعة شاطئ بطنك ده اللي هو شاطئ الفعاليات. بالنسبة للأسر اللي ما عندها مشكلة تقدروا عادي انتوا تمشوا شاطئ بطنك. انصحكم كمان يعني لو حابين تاخذوا خصوصيات تمشوا الصباح لحد الساعة 12، بعد الساعة 12 بيبدوا بعد كده الناس اللي هم اللي كانوا سهرانين وكده بيبدوا يصحوا، فبكون شوية بعض المناظر مزعجة للأسر. فما انصحكم صراحة من الساعة 12 لحد المساء بتكون شوية الوضع مزعج، لكن الفترة الصباحية بكون اوكي. او تقدروا تاخذوا الشواطئ الخاصة عندكم مثلا زي شاطئ كود، وعندكم زي شاطئ البارادايز، دي بتكون شوية يعني فيها خصوصية. طبعا شاطئ كود وانا برضو عملت حلقة عن الموضوع ده، الدخول مجاني. شاطئ البارادايز ب 100 بات، وفي نفس الوقت بدوكم معاه منافع تانية برضو تكلمت عن الموضوع ده. كل ان شاء الله الحلقات دي زي ما قلت لكم حتكون في صندوق الوصف. هناك طبعا يا جماعه في شاطئ بطونغ في هناك الجيت سكي، في البرشوت، في عندكم البنانا، في يعني حاجات كثيره جدا جدا. فالبنانا والبرشوت ما عندكم فيها اي مشاكل، لكن انصحكم انه يكون معاكم نفس الشخص خلوه يطلع معاكم، لا قدر الله لو حصل اي حاجه جوه البحر يكون هم منقذين وهم عارفين السباحه والحاجات دي. وفي نفس الوقت كمان البرشوت يا ريت لو هم يطلعوا معاكم، عشان لو هم ما طلعوا معاكم ممكن تنزلوا في نص البحر، فحتكون شوية خطرة. لو هم نزلوا معكم حينزلوكم على الشاطئ، ودي أضمن وسيلة، ولا قدر الله لو تفك البرشوت ولا أي حاجة هم مدربين كيف يقدروا ينقذوا حياتك. أنت فوق ما هتعرف تتصرف لو أنت برا، فهم بكونوا معك بدوك التوجيهات، وهم يعني ده شغلهم. يعني أخذت مخالفة في بوكيت، ما كانوا بيقولوا لي يعني إنه المخالفة دي بتقعد لمدة 7 أيام،
قرعت بتذكر المخالفه الاولى. المخالفه الثانيه لما جيت قرعت قبل بتاع عسكري مسلم الله يديه العافيه اسمه حسين، فوريت عنه قلت له يا اخي انا قبل كده اخذت مخالفه. قال لي يا طيب وين المخالفه؟ قلت له والله للاسف رميتها. قال لي ما كان ترميها، المخالفه الواحده تقعد معاكم 7 ايام، فلازم يا جماعه تعرفوا الحاجه دي. ونقطه مهمه جدا جدا، لو انت حابب تسافر لازم تاخذ معاك رخصه دوليه. طبعا انا يا جماعه مش الثاني ده 2019 كان عادي بيحترفوا بالرخص من الدول الاخرى، لكن الان لازم يكون معاك رخصه دوليه عشان ما تاخذ مخالفه. وقيمه المخالفه حقتهم 1000 باط. وتكلمت برضو عن موضوع المواقف، ما توقف مثلا في شارع البنجله بعد الساعه كم، دي كلها موجوده طبعا في الفيديوهات بالتفصيل الممل. وبكده تكون خلصت تغطيتنا لليوم، اتمنى انه التغطيه تكون نالت اعجابكم، واشوفكم في فيديوهات قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.